ايه الاسباب اللي بتؤدي الى تكوين هذه الحصوات؟ والله هو يعني لو قلت لحضرتك نسبة ممكن تتخض، يمكن خمس سكان العالم ممكن يعانوا من حصوات في المرارة، طب ايه بس الاسباب؟ نسبة كبيرة منهم هي بيبقى حاجة في التركيب الكيميائي للعصارة الصفراوية هي وعدم حاجة جينية قصد جزء حضرتك؟ منها جين، يعني في عائلات بتبقى بالوراثة، تلاقي مثلا يعني العيلة فعلا كلها وجع المرارة ده وراثي يعني، مش وجع المرارة، تكوين او حصاوي يعني المرارة الحصاوي بتاعت المرارة دي ممكن تكون ممكن. وراثة. وفي ناس ممكن تعيش وتموت وعندها حصوه في المراره ما تعرفش، يعني ما عندوش اي اعراض، يعني مش كل من عنده حصوه في المراره ممكن يشتكي.